هاي منطقة قصر مطران، يعني احنا نطالب مركز مدينة طبعا، نطالب من الحكومة يعني تبليط الشارع يا اخي، هاي كم مرة نبلغ ونطلب منهم، يعني هاي حفرة ضربة جوية، هاي حفرة ضربة جوية، الى متى يعني؟ يعني يطلبوا منا اللي يريدوا نسويه، كاميرات نصبنا، حراسات ندفع، يعني غير يسوون لنا خدمات يا اخي. تنظيف، هاي شوف التنظيف احنا ننظف ايدينا، حاويات خي يجيبوا لنا حاويات اقلها، يعني ماكو شيء والله، ما يعني نطلب بس التنظيف والتبليط، ولا ما طالبين من عندهم كل شيء، احنا ما نريد كل شيء من الحكومه. الماي يعني نقول زين، هو ينقطع بس نقول زين الحمد لله. الوطني لا موجود، الوطني نطالب من الحكومه المحليه، طبعا احنا طالبنا قبل هاي المره كثير، يعني مرات طالبنا تبليط الشوارع والخدمات، ما عندنا هاي. طبعا الدواسه صار لنا سنتين وشويه من فتحناها، فتحنا محلاتنا واشتغلنا. طب لا جهود ذاتيه، ما حد انطانا ولا حد جاء علينا اصلا غير قناه الموصليه. تبليط الشوارع طالبنا اكثر من مرتين ثلاث مرات، ما ظل مسؤول ما رحنا عليه على تبليط الشارع. يا اخي تبليط الشارع يعني ما بي 100 متر، اكو شوارع ما بيها شيء، طبعا فلشوها ورجعوا بلطوها من جديد. هذا الشارع ليش يعني؟ لان منطقه منكوبه شنو يعني؟ لان جنب الايمن يعني شنو السبب؟ نريد نعرف. اذا ما يبلطونه حتى امور ذاتيه، حتى احنا بيناتنا المحلات نجمع، ظلت على هذا الشارع احنا هم نبلطه. محلاتنا احنا كملناها كهرباء مي ما اعرف ايش، كل احنا اشتغلناها ظلت على الشارع. اذا ما يسوون الشارع احنا راح نبلطه. نطالب من الحكومه اكثر من مره طالبنا، يا اخي 100 متر تعصى على الحكومه، 100 متر تبليط شارع 100 متر، اكو شوارع ما بيها شيء بلطوها لان مسؤولين يفوتوا من يمها، هاي ما حد يفوت من يمها. مع العلم مركز مدينه، هذه مركز مدينه قصر مطران، مركز مدينه صارت دوائر ما الدوله، دائره الماء، المجاري، المديريه، ما شرطه رجعت هنا، كلها رجعت هنا، ليش ما يبلطون الشارع؟ عندنا هاي الحفره، هاي كان صاروخ من ايام الحرب، ولحد اللحظه هذه ما حد جانا ولا حد مر عليها انه يسووها لهذه الحفره. فاحنا بجهودنا البسيطه ردمنا لها الحفره، وايه بتيكلا وانقاض ووعدونا خير، ولحد الان كل شيء ماكو. بس هذه واكو الاخ هم مقابلنا ايضا، هاي بالمثلث مال قصر المطران. اما بالنسبه للبلديه، والله يجون البلديه يمرون، واذا جنابك الصوره لهذه يابا، هاي لو ساخوني يقول ما من ضمن قاطعنا، قاطعنا بس الشارع الرئيسي، فما تقدر تحكي معاه، هو بكيفه. هاي اثنين ثلاثه، والله الدوله تجي تطالبنا بحراسات، عن ندفع حراسات، وطالبونا بنصب كاميرات. المحل 10,000 متعهد جاي من مركز الدواسي على كل محل. نعم يساعدنا هو، مرات ما عنده يتاخر علينا اسبوع اسبوعين شهر، نعم بارك الله بينه. زين ناصبين كاميرات، هذا ما تريدوا من عندنا الدوله. زين احنا ايش نريد من الدوله؟ كل شيء ما محصلين، يعني هم اللي يريدونه ينفذ راسا بالنسبه للدوله. اما المواطن اشنو حقه على الدوله؟ ماكو، كل حق ماكو للمواطن على الدوله.